يعني رسالة للنساء، والله أنتوا حلوين والله العظيم، يعني بسكم لعبوا فيكم لعب والله العظيم. على النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى ولا يخدعن. يعني فعلا الآن يعني في هذا الزمان إنسان يتذكر قول الله تبارك وتعالى عن الشيطان: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فعلى النساء أن يتقين الله في هذا الأمر، يعني يوم غمازات، يوم الشفايف، يوم الخدود، يوم العيون، يوم أرداف، يوم الصدر، يوم الجفون، يوم الحواجب، بس يكفي. يعني عليكن أن تتقين الله أبر عشان البشرة، يعني يكفي هذا والله يكفي. يعني العبث بالجسد بهذه الطريقة لا يجوز، كل لزيادة الجمال لزيادة الجمال. وعلى الرجال أن يتقوا الله تبارك وتعالى في يعني النظر إلى باقي النساء، لأن المرأة تفعل هذا لأنها ترى أن زوجها عينه زائغة، صار يرى هؤلاء الجميلات التي يلعبن يعني بعمليات تجميل وغير ذلك، يرى هؤلاء الجميلات ثم يقارن مع زوجته، فتريد هذه المسكينة أن تبين له أنها هي أيضا جميلة، فتذهب إلى تجار الجسد حقيقة، هؤلاء الأطباء الذين يعملون عمليات التجميل وغير ذلك من الأمور، وتدفع الأموال التي لأجل أن تتجمل لزوجها، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. على النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى. نعم يجوز المرأة أن تتزين، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المرأة تنشأ في الحلية وتتجمل وتضع المكياج وغير ذلك من الأمور، لكن لا تصل أمور إلى عمليات وإلى تغيير خلق الله تبارك وتعالى بحجة إرادة التجمل لزوجها أو لخطابها أو لغير ذلك من الأمور، لا ينبغي هذا الأمر. إن الله أحسن كل شيء خلقه.